السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ثامر. احنا اخذنا ضرب بخضار زبري في بخضار زبري اخر، واخذنا ضرب حد زبري في حد زب في مقدار زبري. قلنا الحد الزبري في مقدار الزبري كان بكل صورة انه نضربه كأنه ايش، بس كان عندنا توزيع ضرب على جمع منطلق. لكن لو كان عندي مقدارين مضروبين ببعض كانت شوي صعوبة عندي، عملتهم تحت بعض وعملناهم الحصة اللي فاتت تحت بعض ضرب عادي. ضربنا الأول في كل المقدار اللي فوق، وضربنا الثاني في كل المقدار اللي فوق، وجمعناهم مع بعض جمع كأني بضرب ضرب عادي عدد عديد. وحكينا أول شيء انتبه إنه دائما المقدار الجبري الأكثر حدود هو اللي خليه الأول، أريح لك أنت. بدل ما اضرب ثلاث حدود اضرب حدين بس واجمعهم، واضح مس؟ فهاي كانت ملاحظه بسيطه. فانا اليوم ان شاء الله باذن الله بنحل معاكم اللي هو واجبنا اللي كان على صفحه رقم 66. السؤال الاول كان جيب ناتج ما يلي. طبعا ناتج ما يلي هون حد جبري واحد مضروب في مقدار جبري، حد مضروب في مقدار مش محتاج عمودي، مش محتاج عمودي على طول. مس انا بالنسبه لي حضرب الاول هون واضرب الثاني هون والثالث بالشكل ده، واضح؟ يعني انا عندي هون 7 × 2 = 14 سين تربيع، والسين الثالث يعني جمع الأسس سين أس 6 في سالب موجب سالب. نيجي هون 7 ضرب 3 هتقولي لي 21. أول شيء بضرب الأعداد، بعدين بضرب اللي هي المتغيرات. نعم، سين 4 سين 1 سين 5، المواجهة سين 5 يا مس، وهي 1 وهي 4 جمعناهم هون موجب موجب موجب. نيجي مس هون عندي 7 × 5 = 35. طيب يا مس سين أس 4 في إشي هون؟ ما في إشي هون، سين أس 4. أنا هيك بالصورة ليش حد جبري في مقدار جبري عملت توزيع الضرب على الجمع والطرح، بس ما فيش داعي إني أحطها كعمودي. باء الآن عندي اللي هي سين زائد 7 بدي اضربها مقدار جبري، بدي اضربها في مقدار جبري اخر على طول. انا بحطها بالنسبه لي عمودي، بالنسبه لي ححطها عمودي بالشكل هذا عشان انا ما الخبط في الضرب بالنسبه لي. نعم، حضرب الان الاول في الاول، والاول هذا نفسه في الثاني. لما اخلص اضرب الثاني في الاول والثاني في الثاني زي كاني بضرب ضرب عادي. 2 × 1 موجب موجب 2 كله موجب هون، واضح؟ سين في سين سين تربيع، 2 × 7 = 14 موجب طبعا، سين ما في غيرها. اجي مس دائما قلت لك التربيع حطي تحت التربيع والسين حطي تحت السين دائما، صح؟ حكينا الحكي، هاي موجب سالب، سالب موجب سالب. 1 في سين سين معناته هون سين، 1 سين صح؟ سالب سالب موجب سالب 7 ما فيش أي شيء. نعمل عملية الجمع أمس، نعمل عملية الجمع 2 سين تربيع ملهاش حدا، صح؟ موجب سالب سين سين يعني اللي هي المتغير متشابه او الرمز اللي عندي متشابه، معناته انا بدي
عملية التجميع. الشرائط المتشابهة والمختلفة، مختلفة أيوة، إشارة الأكبر ونطرح اللي هي 13 سين، ما فيش حدا إلها هاي سادسة. نعم. بكون سهولة إذا حطيت هيك أريحة، أنت لما تكون عندك أنا بدي أشوف على طول سهلة ما في شيء. وزعت بس هون لما يكون اثنين أريحة، هاي ما تلخبط بأي شيء، ولا أنا ضربت هاي ولا نسيت أضرب هاي. لا، اعمل عمودي، اعمل عمودي. آية ثامن، كل أريحية بتطلعها، ما في داعي إني أقعد أقول لا لا أنا ألف أنا عارف ولا مش عارف. بالعكس هيك ما بتتلخبط، في نفس الوقت تطلع عندك إجابة صحيحة 100%. جيم بيقول لي يا منس أربعة تربية تتذكر شو حكيت لكم؟ إيش حكيت لكم؟ تتذكروا إيش حكيت لكم لما يكون في تربية؟ تذكروا إيش قلت لكم؟ قلت لكم مربع الأول زائد أو ناقص حسب اللي وصلت، الاثنين في الأول في الثاني زائد مربع الثاني، كتبنا لها هذا الحكي والأول حصة، صح؟ مربع الأول يلا مع بعض، مربع الأول عند تربيع ها، إذا كان موجب بتحطي موجب، وهذا إذا كان طرح بتحطي طرح، طرح اثنين اللي هو اثنين في الأول، اثنين في عين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ست عين، اثنين في عين في ثلاثة، اثنين في الأول في الثاني، زائد مربع طبعا سالب في سالب موجب، ثلاثة في ثلاثة تسعة. بكل سهولة، ما بدك تعمل هيك، مش حافظك، اضربها ضرب عادي، اضربها مرتين تطلع لك نفس النتيجة، بس نفس النتيجة تطلع لك نفس النتيجة بالضبط، لو ضربتها تطلع لك نفس النتيجة. نجربها ولا ما فيش مجال؟ طيب ناخذ دال، ناخذ دال، ناخذ دال، انت جربها وشوف نفس النتيجه ولا لا، صح؟ ناخذ دال، كنا سنعرف نعرف كيف نضرب. ناخذ دال، دال عندي ثلاث حدود الاول وثلاث حدود الثاني، كمان الثاني ثلاث حدود، عادي مش مشكله عندي. ولا عندي أي مشكلة، بحط ثلاث حدود اللي بده إياه وبضرب له إياه كل يعني. خليك معايا بس عشان نخلص كل الحدود اللي موجودة عندي. الآن يا مس، واحد في اثنين، اثنين سين تربيع، أنا حضرب هاي هون هون كلها، السين حضربها في كل الحدود اللي فوق، واضح؟ ثلاث زائد ثلاثة سين صاد ناقص أربعة سين، خلاص؟ أجي على مين؟ أجي على الثاني، سالب موجب موجب، سالب سالب موجب عادي بأي مكان أحطها لأنه في شيء عندي سين وصاء، آسفة في عندي سين وصاء، سالب 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 عندي عندي سين وصاء، اثنين في اثنين أربعة، سين في صاء سين صاء فيها، سين صاء شايفينها؟ يجي هون سالب موجب سالب سالب عادي حطها بأي مكان مش مشكلة، سالب موجب سالب اثنين في ثلاثة ستة، ستة صار تربيع، سالب سالب موجب، اثنين في أربعة ثمانية صار، طاير عندي واحد، طاير عندي الواحد، يلا الواحد، واحد في اثنين، اثنين سين، اثنين سين، حنحطه في أي مكان لأنه عندي أكثر من واحد، اثنين سين حنحطه في
هي ما كان مش مشكلة. ننسين زائد نفس الحكي اللي فوق حنحطه، ثلاث ساعات ناقص أربعة، لأن الواحد نفسه المقدار نفسه. ونعمل عملية الجمع، خلينا نجمع زي ما حكيت لك، دائما بحط الأعداد اللي هو أسف الأس الأكبر الأول. نيجي للسؤال، هي نسين تربيع في هون، هي نسين تربيع لا يمس نزليها. نيجي كمان يمس، إيش بدي أعمل؟ يلا في عندي ثلاثة سين صعب، أربعة سين صعب، إشارة كبيرة نطرح في غيرها، لا ما في غيرها، الإشارة كبيرة وضحت، سين صعب، نعم، إشارة كبيرة وضحت، في سالب أربعة سين، أربعة سين، أربعة سين، أيوة، هيها، هي موجب، هي سالب، إشارة كبيرة وضحت، اثنين سين، صح نس؟ طيب خلصنا هاي، خلصنا هاي، خلصنا في صاد، في صاد، في سالب صاد تربيع، ما في سالب صاد تربيع زي ما هي، نزلها بس. طيب بس خليني اشوف، في صاد امس موجب، اشارات متشابهه نفس الاشاره المجمع، نفس الصاد. طيب في عندي عدد، لا خليني اشوف، هذه هي ولا قدرت اجمع غير الاولى، صح؟ دال، نعم، نعم، صح، تأكدنا من اجابتنا، تأكدنا. طيب نيجي للسؤال عندي، ناخذ، ناخذ، احنا انا بعمل معاكم كذا واحد يا عشان ما تقولوش اني انا ما خلصت. ليش على واو، واو، أيوة واو، بقول لي لام تربيع ناقص ها تربيع، حضربها كمان في لام تربيع ناقص ها تربيع، بكل سهولة هاي عملها بسرعة، بحكي لي حضرب ناقص أربعة في سالب لام تربيع ها، واضح معي؟ ها تربيع موجب سالب، سالب موجب سالب، لام تربيع ها، بعدين هون أيوة موجب ها أس أربعة، لا أنا آسفة أنا بقول في غلط عندي، هاي موجب وسالب. موجب لام ها تربيع، هاي موجب معاكم، هاي موجب، خلص، هيك طلعت الصورة، أنا لأني حاطة ببالي تطلع شغلة لأني أنا عارفة على القانون، فهمت كيف؟ فأنا لما ما طلعت عندي قلت في إشي، فكنت مش حاطة هاي موجب، سالب موجب إشارة كبيرة بنطرح، لكن هون لام تربيع، لام تربيع حتى ها تربيع، ها تربيع، أنت هاي كلها بتروح مع بعض صفر. زائد ها أس أربعة، خلص هيك بس، أهو ناقص نص، موجب سالب سالب، شايفين عشان أنا من أول مش حاطة نص، موجب سالب سالب سالب، تمام، نيجي بس هون زين زين يا نس، حط لي الاول الصغير وبعدين حط لي الكبير، لا انا يا نس حط له دائما الكبير هو الاول عشان اريح راسي من الضرب، ثلاثة سين ناقص سين، سين تكعيب زائد أربعة لام ناقص سين، حضربها في مين يا مس؟ حضربها في سين تربيع زائد خمسة، حضربها على السريع أنا بسرعة بس عشان الوقت، ثلاثة سين تكعيب هون سالب سين أس خمسة موجب
أربعة سين تربيع لام ناقص لين سين تربيع يعمل ضرب خمسة. هون خمسة خلي عادي حتى لو حطناش جنب بعض عادي. خمسة عشر سين ناقص خمسة سين تكعيب زائد عشرين لام ناقص عشرة نعمل عملية الجمع. هون شكرا لك في الشيء تأكد من لام ولا لا لا صح. طيب بس خليك معايا حنبدأ أنه في تكعيب هون هاي مس هاي تكعيب وهي تكعيب موجب سالب إن شاء الله كبير شايفين التكعيب هاي تكعيب حتى لو ما حطيتوش تحت بعض دور عليه إشارة كبير ونطرح في أس خمسة هون ما فيش نزليها نزليها. طيب في سين تربيع في سين تربيع لام لا في عندي اثنين سين تربيع سالب اثنين سين تربيع ما في. في عندي خلصنا السين خمس في عندي خمسة عشر سين وبعدين عندي عشرين لام بعدين ناقص عشرة ما في ولا إشي زي بعضه إلا الحالة كانت زي بعضها. أيوة لا أتأكد بس إني النتي ال شوفي هون أربعة أنا مش حاطة الأربعة هي أربعة تتأكد بس إنه صحيح اللي نقلته من الكتاب ولا لا لا صحيح بس هيك بس أنا بدي بس أعطيك فكرة عن السؤال وأنت بتحل لحالك بدي أعطيك فكرة عن السؤال رقم اثنين اللي هو 66 بقول لي ملعب بدك الطول بدك ما أعطاني طوله وأعطاني عرضه وقال لي اجدي مساحته المساحة تكون تساوي مساحة تساوي الطول ضرب العرض تضربي الطول ضرب العرض تضربي ضرب عادي زي هيك يعني. الأول الطول ولا العرض دائما الطول هو الكبير مش شرط يعني عشان تحطي يعني عشان هو الكبير. السؤال كمان ثلاثة أنا بدي أعطيك أنت فيك تعملون أنت تعملون يا ثامن أنت اللي تعمله خزنا طول حرفه اللي هو مكعب الشكل مكعب الشكل يعني جميع حروفه متساوية طول وعرضه وارتفاع كلها متساويات. الحجم ايش بيساوي؟ الحجم بيساوي اللي هو قديش طول حرف س زائد ص الكل تكعيب يعني هذول ثلاث مرات ببعض. هذا اعطيتك انا فكره عن السؤال الثاني السؤال الثالث وانت يا زلمه بدك تدرب على الحل باللي هي الضرب عشان تتدرب اكثر واكثر على الضرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.